الواحد. أنا من 59 عام وأنا في هذا الميدان ديال الرياضة في كرة القدم. لأول مرة في العرايش جماعة عطى القيمة للجماع في الفئات كاملين لأول مرة شي عمرو ما كان. دابا إلا الجماعة بدات هذا المسلسل ما خصهاش توقف. النتيجة ما نقدروش نخرجوا بها اليوم. اليوم ما كاين حتى شي نتيجة. اليوم كل واحد ذكر الحرارة ديالو. شنو كيضرو وشنو باغي. ولكن هذاك ماشي هو المستقبل ديال كل فئة. أنا كنظن إلى المستقبل ديال كل فئة هي المجمع الجمعيات في كل سيكتور. كرة بوحدها، الباسكت بوحدو، الأتليتيزم بوحدو، باش كل واحد نتيجة يكون ديك اجتماع مصغر، ولا كان اجتماع مصغر غتكون الإفادة وغيكون يمكن حتى القرار يخرج. على هذا اللي تنطلب هو الجماعة الله يخليكم بديتوا هذا المسلسل ما توليوش الله. جمعونا في كل فئة باش نقدروا نزيدوا. أما تنجمعوا خصنا الفلوس خصنا راه يمكن ما خصناش كاع الفلوس. خصنا الرجال اللي يسيروا، خصنا الرجال اللي يوقفوا، خصنا الأفكار جديدة، خصنا اللي يعطي اللي يعمل العرايش قدامهم يعمل شي موراه نقدروا نلحقوا شي حاجة. أما الشكل اللي حنايا ماشيين في الرياضة كنا كنتسناو تقدر الرياضة ونوضوا لها ما يمكنش. هي كتقدر الموسم كلشي كيحط سلاح. ما يمكنش الرياضة ما خصكش تحط سلاح. عمرها ما كتقدر. وحنا في العرايش كنقادوها. هذا هو المشكل. على هذا الله يخليكم. هذا المسلسل ما توقفوش.